Of wie een potare? Of wie een pomahammed? Ah, ik speel je naast het zwaar, goeie. Goeie naast, en goeie, Allah bij het telefoon, goeie. Zoort voor goeie, mijn laatste zwaar, met z'n drie gaat die zien, mijn vloes ook gaat die zien. Ah, nou goeie, gedemmen, vee. Maar ben je te... En Nery, zit ziek. Nery, mis goed, hè. Maar ze goed. Laat ik ze zien, maar je hebt schat, hoe je die. Dat was nou wel hel. واش راه استراليا انا واحد النهار بغيت ندير فاعيق واحد الدري صاحبي جا عندي فورماطيت ليه التليفون ويطلع لي الجيميل واش راه ما فكيتش معاه ب 50 درهم بسقط الوالدين دابا اش غادي ندير اخويا الحل كيبان لي انا الحل غادي يلقى لينا بو حسن مرحبا بالشباب ديالنا مالكم بتوليام اخويا شنو مالك اخويا طارق التليفون بعته فورماطيته قلت غادي تحيد منه كلشي حتى كيطلع لي فيه هادشي ما فهمتش اخويا كوند ما كون مرحبا مرحبا بك اخويا طارق ومرحبا بالمشاهدين ديالنا هادشي اللي وقع للبطاريق كيوقع لبزاف ديال الناس كيجيو عندنا للمحل كيكون عندهم مشكل في التليفون كيبغيو يفورماطيوه كيفورماطي وكيتفاجئوا انه كيعطيهم هاد واحد الجيميل ما كيخليش التليفون يتاكتيف حتى يدير ليه هذاك الجيميل والاغلبيه ديال الناس كيخدموا بالتليفون ديالهم ما كيكونوش عارفين هذاك الجيميل ولا ماشي هما اللي صاوبوه يعني غير ناس وحدين اخرين اللي صاوبوا ليهم ونساوه وكيتفاجئوا كيوقع لهم هذا المشكل هذا ما كيبقاش يخدم ليهم التليفون خصو ضروري يجيبوا المعلم يصاوبوا ليه في هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم الطريقه الصحيحه باش انك تفلاشي التليفون تفورماطي التليفون ديالك الا وقع لك فيه شي مشكل تفورماطيه بامان ما يوقعش لك هذا المشكل هذا فورماطي غير راسك نهضر لكم على جوج ديال النقيطات قبل ما تفورماطي التليفون ديالك ضروري خصك ديرهم ما درتيهمش غيطلع لك غيوقع لك كيف ما وقع لطريق دابا النقطه الاولى هي انك قبل ما تفورماطي انت نوريكم عندي تليفون ديالي خدام ناضي عادي مزيان وقع لي شي في شي مشكل بغيت نفورماطي شنو خصك دير اول حاجه كتمشي هذاك الجيميل اللي عندك في التليفون خصك تعرفو تمشي تحيدو ديزاكتيفي فين غادي تحيدو ساهله كتمشي لي بارامتر قلقه كتمشي لي بارامتر هنا بارامتر كتدخل اجي حدايا اجي هنا كتدخل لي بارامتر بحال هكا وكتمشي البارامتر هما هادو كتمشي الكونت كونت هنا كتلقى واحد الجيميل هنا كاين دابا هذا ما فيهش الجيميل كتلقاه داك الجيميل اللي في التليفون كديزاكتيفيه تحيدو كتحيدو من هذاك من التليفون ديالك علاش لان جوجل دارت هاد نظام الحمايه ابتداء من الاصدارات الخمسه للفوق بحال الاي كلود يعني الا تشفر لك التليفون ولا ما عندكش الحق الدخول الا ما درتيش هذاك الجيميل كل اباري كتكون مرهونه بجيميل يعني الخطوه الاولى اللي قلنا هو انك خصك تدخل الكونت داك الجيميل اللي هنا ديزاكتيفيه تحيدو عاد فورماطي سينو ما بغيتيش تحيدو شنو خصك دير كتدخل لي بارامتر كتدخل لي بارامتر كتدخل سيستيم كتدخل ابروبر دو تيليفون كتطلع لك هاد اللعيبه هادي كتجي لهاد هاد نيميرو دو فيرسيون كتورك عليها 4 ديال المرات كتشوف معايا كتورك عليها 4 ديال المرات 3 ديال المرات صافي هي لومود ديفلوبر هانت تكتبات لينا هنا اكتيفيت لينا داك المود وغادي نخرجو ها هي تزاتنا هاد اوبسيون هاد الاوبسيون هادي ما كانش مع اكتيفي حتى يلا اكتيفيتها اوبسيون دو ديفلوبر كتدخل ليها وكتلقى هاد ديفروياج او يو ام او يو ام هاد او يو ام الا ما كانش ماكتيفيا وفورماطي التليفون غيطلع لك الجيميل دونك خصك تاكتيفيها تدير لها بحال هكا اكتيفي دابا الا اكتيفيتي هاد او يو ام واخا تفورماطي التليفون ونسيتي الجيميل فيه ما كيطلعش لك الجيميل باينه الناس كيقولوا لي عاودينا الشرح قلنا الخطوه الاولى اما غتمشي تحيد الجيميل الا حيدتي الجيميل فورماطيتي ما غيطلع لك حتى شي حاجه من جوجل مزيان ما عندكش مشكل انت ما بغيتيش تحيد ولا من الافضل انا كنفضل باش هاد الاو ايمين ديما تكون ماكتيفيا بعض المرات كتنسى بعض المرات بزاف ديال الحوايج المهم الا اكتيفيتي هاد الاو ايمين غتاكتيفيها كتهنى واخا تفورماطي واخا سميتو ما عندكش المشكل صافي فورماطي يعني التليفون كيمشي مزيان ما كيطلب لك لا جيميل لا حتى شي حاجه وهاد الاو ايمين باش ناكتيفيوها قلنا كتدخل لي بارامتر كتجي للسيستيم هي هذه اوبسيون كتكون هنا اوبسيون دو ديفلوبمون هي هذه كنهبطوا او او ام هنا هي هذه ديفرواج او او ام صافي هذه ديما اكتيفيا وقت ما فورماطيتي ما كيوقعش لك المشكل وتبارك الله عليكم هنا وريناكم قبل ما تفورماطي والسلسله الجايه ان شاء الله الفيديو الجاي غنهضروا لكم كيفاش تفورماطي اي تليفون عندك كيفاش تفورماطي تبارك الله عليكم